يا صباح الخير، يا صباح السعادة، يا صباح التفاؤل على كل أمهات الكون. يوم جديد وحلقة جديدة هكون معاكم فيها أنا رانيا جمال وبرنامجكم استشارة أم. النهاردة وزي ما عودناكم كل حلقة بنتكلم فيها عن حاجة تخص الطفل، سواء تغذيته يعني صحته، كل حاجة تخص الطفل. النهاردة بقى هنتكلم عن أم الطفل، وهي أهم حاجة للطفل وأمه. هي كل ما صحتها بقت الأم صحتها كويسة، كل ما ده هيعود على الطفل، لان الام هي بالطبيعي هي اللي بتشيل الطفل وبتشيل البيت وبتشيل الزوج، وهي الداعم الاساسي والعمود الاساسي في البيت. وعشان كده وعشان اهميه صحتها، النهارده جبنا كل الاستشارات اللي تخص الام وهي حامل ومناعتها وصحتها وتغذيتها وكل ما يخص الام وهي حامل تعمل ايه عشان حملها يعدي مرور الكرام ويبقى مرحله جميله عليها. مرحلة الحمل مرحلة صعبة طويلة، كتير ما بيبقاش عارف فيها معلومات كتير قوي، كل حاجة بتبقى متلخبطة، مفاهيم كتيرة متلخبطة، معلومات كتير على النت سيرش، وتقعدي تدوري وتدعبسي كتير قوي عشان تطلعي بأهم معلومة. النهاردة جبنا لك المعلومة لحد عندك، جبنا لك الدكتور والاستشارة لحد عندك في برنامجكم استشارة أم، علشان نشوف يعني إيه الحمل ويعني إيه نخرج منه بأحسن أحسن صحة وأحسن حال إحنا والمولود. النهارده هنتكلم في كل ده واكتر مع استشاري التوليد والنساء والتوليد اللي هيكون معانا النهارده. هنتقابل بعد الفاصل ونتكلم عن كل ما يخص الام ومولودها وفتره الحمل. استنونا فاصل صغير وراجعين تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين حلقتنا وبنتكلم فيها النهارده عن حاجه تخص الام وهي مناعه الام اثناء الحمل. الحمل فترة طويلة ومرحلة ممكن كلنا في أول حمل لينا بتكون صعبة علينا، وعايزين نعرف معلومات كتير ونعرف ازاي نقوي مناعتنا وازاي نتعامل صح مع الحمل ده ونطلع منه واحنا صحتنا كويسة وكمان صحة المولود كويسة جدا. النهاردة هنتكلم في رفع مناعة الأم ورفع مناعة الطفل وكل ده مع دكتور النساء والتوليد دكتور محمد طعيمة اللي مشرفنا ومنورنا النهاردة. دكتور أهلا بحضرتك. أهلا بيك. النهارده يا دكتور عارفين ان مناعه الام مهمه جدا. تمام. وبتاثر جدا جدا على الطفل. طبعا. فده لاي مدى فعلا مناعه الام لو كانت كويسه تاثر على الطفل، لو كانت سيئه برضه تاثر على الطفل؟ اولا مناعه الام هي اللي بتحمي الطفل، مش بس بتحميه في فتره الحمل، هي اللي بتحميه كمان في فتره ما بعد الولاده. تمام. فتره ما بعد الولاده البيبي بيرضع من الام، بياخد كل المضادات الحيويه اللي كانت موجوده في جسم الام عن طريق اللبن. فبالتالي مناعة الأم لو كويسة هتعرف إن هي توفر ده للبيبي، هتعرف إن هي تحميه، ما بيبقاش محمي غير بده. فآه مناعة الأم عامل كبير في مناعة الطفل. طب يا دكتور مناعة الأم دي إزاي بقى بتروح للطفل؟ من خلال أجسام مضادة، من خلال المشيمة، من خلال الحاجات دي كلها؟ أولا هي بتروح للبيبي عن طريق المشيمة. إن المشيمة بتعدي من دم، بتاخد من دم الأم لدم البيبي بفلتر معين بيبقى ربنا خلقه في المشيمة ذات نفسها. الأجسام المضادة بتعرف تعدي الفلتر ده عشان تحمي البيبي. بعد الولادة نفس الأجسام المضادة بس عن طريق اللبن بتوصل برضو للطفل اللي لسه مولود، بتحميه لغاية أول 6 أشهر من عمره، لغاية ما هو جسمه يبتدي يكون هو المناعة الخاصة بيه. فأنت بتتكلمي فترة الحمل وما بعد الولادة لمدة 6 أشهر. طب يا دكتور الفترة دي مهمة جدا، وفي خلالها ناس بتتابع وناس ما بتتابعش، والمفروض الحامل تتابع اول ما تعرف ان هي حامل تتابع كل فترات قد ايه، تعمل ايه، تتابع يعني ازاي مع الطبيب بتاعها؟ هو طبعا ما فيش جدول ثابت لان بكل حاله بتختلف، كل ستة بتختلف، كل حاله طبيه بتختلف من حاله لحاله. في حاله هتبقى محتاجه المتابعه الدوريه العاديه، مثلا بتزور الطبيب كل 2 أسبوع 3 في المتابعات الدوريه بتاعتها لغايه ما تقرب طبعا من الولاده، المتابعات بتبقى مكثفه اكتر واكتر لغايه ان شاء الله ما تولد وتقوم بالسلامه. طب يا دكتور المتابعات دي بقى لو الام تابعت وهي اصلا عند الطفل تشوهات خلقيه، عنده حاجات، عنده مشاكل، كل الحاجات دي ده بيأثر انها لو تابعت كويس الحاجات دي اعرف اعملها ب 4D ب 3D بحاجات كتير قوي طالعه جدا؟ لان التشوهات الخلقيه بتظهر، في تشوهات خلقيه بتظهر من الاول، من اول الحمل. في تشوهات خلقيه بتتعرف من الاسبوع الثاني، من الشهر الثاني او الثالث كمان. وفي تشوهات خلقيه بتبقى صعبه شويه، دي اللي بتحتاج لها الفور دي لغايه ما بنوصل لغايه حوالي الاسبوع ال20 ل24 المفروض كل حاجه بانت. فلذلك احنا بنفضل نعمل الفور دي على الاسبوع ال22 لل24 بحيث ان لو في اي تشوهات خلقيه نعرف نتعامل معاها، سواء كان
ان هي تشوهات مميته، البيبي ده مش هيتولد حي بعد الشر طبعا، او تشوهات ممكن التعامل معاها بعد الولاده، او تشوهات ممكن ان احنا بس مطلوب يعني. طب يا دكتور انا ممكن، لو انا تابعت كده بنقص طفلي يعني طبعاً. انا مجرد ان انا اصلا بتابع وبروح للدكتور ويعمل السونار ويشوف الدنيا جوه عامله ازاي مع الطفل، ده ممكن يحمي الطفل وانقذه. طبعا. طب يا دكتور من اول الحمل في حاجات كده بتبقى ناقصه الام، عناصر اساسيه وفيتامينات وحاجات كتير قوي مهمه للام بتبقى ناقصاها، مش كل الامهات اصلا وهي بنات بتكون مهتميه بقى بتغذيتها وكل الكلام ده. دي للاسف نقطه كبيره قوي في متابعه الحمل اليومين دول. في عناصر اساسيه هي كانت موجوده في الغذاء بتاعنا زمان، كانت موجوده في اكلنا زمان، بقت دلوقتي ناقصانا، زي مثلا حمض الفوليك. هو يا دكتور حمض الفوليك ده اول واحده بتبقى حامل كل الناس بتقول لها خديه بالظبط، هل ده ليه تركيز معين ياخدوه؟ لان كل الناس تقول لك خدي فوليك اسيد ما تروحيش للدكتور بعد 3 شهور روحي. في تركيزين معروفين للحمض الفوليك، ال 500 مايكرو جرام وال 5 مللي جرام. 5 مللي جرام ما بنغذوش غير في حالات السكر وحالات الامهات اللي كان بيجي لها صرع. انما ال 500 مايكرو جرام هو التركيز اللي احنا بنستعمله في العادي لبقيه الحالات. زي جرعة وقائية يا دكتور؟ جرعة وقائية. يعني انا دلوقتي خدت الفيتامين دي ده عشان جرعة وقائية، انا بقى عندي قليل يظبط الدنيا كده صح؟ لكن الجرعة ال 5 مللي جرام دي جرعة علاجية، ودي ما بنستعملهاش غير في حالات معينة قليلة جدا. لكن لازم يا دكتور انا عايز اسال سؤال بقى، هي فيتامين دي لو خدته ده مثلا ممكن ياثر ان التشوهات دي ما تبقاش موجوده، ولا هو ليه علاقه بايه بالظبط؟ عشان هم الناس كلها مش عارفه تاخده، وتاخده من امتى، وتاخده ولا ما تاخدوش يعني. لا، حمض الفوليك ولا فيتامين دي؟ لا فيتامين دي. فيتامين دي الجرعه اللي هي ال 10 نانو جرام اللي احنا بنستعملها العاديه، ما فيش حاجه زياده فيها، ما فيش جرعه زياده فيها. هي بتحمي الام وبتساعد ان البيبي يعرف يكون عظمه احسن. بتساعد على ان الكالسيوم بيبقى يترسب في العظم بصفه احسن. لكن هي جرعه بس الوقائيه بتاعته. طب يا دكتور خلينا نرجع بقى تاني للفيتامينات اللي هي المفروض تاخدها وتستمر عليها خلال فتره الحمل. تمام. الحاجات الاساسيه المهمه وايه الحاجات اللي ممكن هي تزود براحتها، او في حاجات ما ينفعش تزود براحتها برضه؟ هي طبعا كل حاجه بتبقى على حسب حاجه الام. هل هي عندها انيميا حاده؟ فاحنا محتاجين ان احنا نديها نسبه اكبر من الحديد. ممكن نسبه الحديد توصل معانا لنقل دم، ان انا مش عارف ان انا اوفر لها حديد كفايه في دمها، بضطر ان احنا نوصل لنقل دم. او حقن حديد او بس اقراص. الكالسيوم برضو، الكالسيوم من الفيتامينات، من الحاجات الاساسيه، من المعادن الاساسيه بتاعتنا اللي احنا بنحتاج ان هي تبقى موجوده وبكميات وافره، لان ده اللي هيبني مش بس عظم البيبي، العضلات، الاعصاب. الحمد لله. يا دكتور يعني دلوقتي خدت الفيتامينات بتاعتي انا كده في امان بنسبه قد ايه مثلا؟ ان ما يحصليش اي تشوهات، ان انا احس ان مرحله الحمل يعني تعدي بيا بسلام. ما فيش امان 100%. تمام. بس احسن من ما لو سبناكي من غير. احسن من ما لو سبنا الام من غير ما تبقى ده، من غير ما تاخد الفيتامينات دي. لان بكل بساطه لو هي ما خدتش الفيتامينات دي وهي ناقصه من جسمها، حتى لو انا طلعت بيبي كويس هطلع ام مش كويسه. ايوه فعلا، بعد الحمل يا دكتور والولاده معظمنا بنشتكي من الام في فقرات الظهر، عرق النسا، حاجات كتيره جدا جدا ما كانتش عندها وهي اصلا مش يعني بالظبط، لان انا هاخد من جسم الام. وانا مش شغلتي ان انا اطلع بس بيبي كويس. انا شغلتي ام كويسه وبيبي كويس. بالظبط. طب يا دكتور في اخطاء كده بيعملوها الامهات كلها اثناء الحمل، الاخطاء دي بقى بتخليهم يعدوا الحمل كله وهم تعبانين. يعني في ناس بتقضي الحمل كله من غير رياضه مثلا ويقعدوا نايمين على السرير والدكتور ما لهمش كده. في ناس تانية تحس ان هي بتعمل حاجات من نفسها من غير استشارة الطبيب، بتخش بس على النت وتنطلق يعني بينطلقوا بقى يا دكتور. للاسف في حالات انت بتحتاج فيها ادويه معينه، زي مثلا الكليكسان بنحتاجه في حالات الاجهاض المتكرر الناتجه عن متلازمه اضاد الفوسفوليبيد. في امهات انا بلاقيها اليومين دول بتاخد كليكسان منها لنفسها. طب انت بتستعمليه ليه؟ يعني ده مش مهم غير لما يكون الدكتور قايل لك عليه مثلا. بالظبط، ده لازم استشاري يستشيرك في ده ويقول لك لا احنا محتاجينه عشان انت حاله اجهاض متكرر وعندك اجسام مضاده ومحتاجين نعمل كذا. يا دكتور يعني امراض السيوله برضو، امراض السيوله لما كذا حد خدي قرصين، لا خدي قرص واحد دي علاقه بالسيوله وخدي اسبرين وانت هتبقي كويسه. غلط. طول الحمل ومن اول شديد. يوم في الحمل. غلط شديد، مش اي حاله بتاخد الاسبرين. تمام. مش اي حاله ريكومندد ليها. الحالات المعينه اللي ريكومندد ليها اللي هي حامل متكرر، كبار السن اللي حامل وهي كبيره في السن، اللي حصل لها برضو الاجهاضات متكرره قبل كده، دي بنحتاج لها الاسبرين بصفه لازمه، لكن مش اي حامل. يعني كل حد وليه علاجه، وكل حد مش لازم ندخل على النت ونسمع كلام الناس في استشارات، في استشارة طبيب يعني. بالظبط. يعني الدكتور ممكن فعلا اكتر حد يفيدك حسب حالتك انت. طبعا. طب يا دكتور في بقى حاجه بتيجي لكل الامهات وهي الوحم،
على السكريات، تتوحم على سكريات كتير جدا وتتوحم على املاح كتير جدا، فهل بقى ده بيأثر على ايه في الام؟ يعني نقول لهم يعني لو جالكم حتى انتوا عايزين تاكلوا مخلل كتير وكده، في جانب يروح لده وفي جانب تاني يروح انه عايز ياكل بسبوسه وحلويات شرقي وجاتوهات طول الوقت. الوحم احنا ما بنتكلمش فيه قوي، لان هو في الاول وفي الاخر اولا هو مش مفهوم سببه قوي، بس هو موجود ومثبت طبيا، بغض النظر ان هو علميا هو مثبت علميا لكن الامهات كلها بتحس ان سببين احنا مش فاهمينه قوي. لكن طالما الوحم مش مؤذي، يعني مثلا كلت بسبوسه مره كل يومين ثلاثه، لا يا دكتور فيه كتير الحوادق كتير، الحاجات الحرقه كتير، مفيش حاجه كتير بتبقى كويسه، بتاثر على الضغط والحاجات دي. الحاجات الحرقه مش الحاجات المالحه طبعا بتاثر على الضغط، ممكن ترفع لنا الضغط. السكريات ممكن تدخلها في سكر حمل وللاسف بتبقى نتائجه وخيمه، نتائج سيئه جدا. الحاجات الحراقه الاقي عند واحده ست جايه لي عندها التهاب رهيب في القولون وقولونها منتفخ ومش عارفه تدخل الحمام بسبب ان هي كلت شطه بالهبل. لا وطول فترات الحمل يا دكتور، الاكل كله طول فترات الحمل ممكن يكون نوع معين، يعني حاجه معينه، وده سيء برضو لان انت مفيش نوع من الاكل هو الوحيد والاوحد واحنا مش محتاجين غيره. انا بحتاج كل اصناف الاكل بالزبط. الخضار احنا محتاجينه، الفاكهه احنا محتاجينها، اللحوم احنا محتاجينها، النشويات حتى احنا محتاجينها. ما اقدرش اقول لك ان ده حلو وده وحش، بس هما بيخافوا يا دكتور ياكلوا نشويات قوي، مكرونات ومعجنات والكلام ده، يقولوا عشان ما نتخنش قوي. انا عايز نعرف وانا محتاج ان هي وزنها يزيد مع الحمل. احنا عايزين بقى نعرف يا دكتور الوزن اللي هي تزيده من اول ايه لايه كده، الافريج النسبه من 7 ل 10 كيلو. من 7 ل 10 كيلو من اول الحمل لغايه اخر الحمل للاسف هو ده النسبه الصحيحه. بس يا دكتور احنا بنزيد، في ناس بتزيد 20 و25 كيلو كمان في الحمل، هو ده مش صح برضو. ما ينفعش ان احنا نزود قوي في الاكل. زي ما قلت لك في الاول اي حاجه بزياده كتيرة غلط. يعني اي حاجه كتيره هنحرك ان هي 7 ل 10 كيلو ده طبيعي، ده نورمال، تبقى تنزلهم بعد الولاده ان شاء الله، هي مجرد بس الولاده هتنزل شويه وزن حلوين. لكن اللي بيزيدوا 20 و25 كيلو انت بتزيدي ده على حساب جسمك انت، انت بتدخلي في تخمه، انت هتتعبي من ده بعد كده. الزياده المتزايده قوي في الاوزان دي تبقى سيئه. طب يا دكتور احنا عايزين نعزز بقى مناعه الام وتحس كده ان هي مقضيه الحمل ده بسلام وطالعه منه وهي مبسوطه وجسمها كويس ومبسوطه كده بنفسها ان هي حملت وخلفت. اولا في ظل الظروف الحاليه مع وجود كوفيد 19 في اليومين دول وان شاء الله ربنا يعديهم على خير، اهم حاجه التعليمات العامه بتاعه التباعد الاجتماعي. تمام. ما ينفعش الزيارات الدوريه، الناس اللي بيجوا عمال على البطال، لازم هنسلم ونبوس البيبي ونحضن البيبي ونشيل البيبي، الحاجات دي كلها لازم ان هي نتغاضى عنها شويه. انا عارف ان الاجتماعيات حلوه بس ممكن مكالمه تليفون تقضي الغرض. تاني حاجه الاهتمام بالاكل، ان الام تهتم باكلها، تهتم مش بس بكميات، انا مش عايز ان هي تاكل 100 كيلو في اليوم، ولكن النوعيات، نوعيه الاكل، بتاكلي ايه فعلا، بتاكلي كميه قد ايه من اللي انت بتاكليه، هل ده اللي انت جسمك محتاجه ولا لا. تالت حاجه المتابعه الحمل، متابعه الحمل لازم تتابعي مع اخصائي او استشاري نساء بحيث ان احنا نبقى مطمنين طول الوقت على البيبي، مطمن على حالتك الصحيه، مطمن على تحاليلك. طب يا حضرتك الدورية. رجعتنا تاني لمتابعه الحمل. دلوقتي حضرتك بتتكلم بخصوص كورونا وان هي موجوده دلوقتي معانا بشراسه. تمام. فعايزين نعرف بقى، في ناس كتيره جدا جدا يا دكتور يبقوا عايزين ياخدوا اي بروتوكول موجود على النت، بروتوكولات علاجيه للحامل، بروتوكول علاجي للمرضعه، بروتوكول ده لازم تروح للدكتور بتاعها، هي اصلا مسموح لها تاخد بروتوكولات وادويه كتير ومضادات حيويه وكده لو جالها كورونا. لو جالها كورونا وتشخصت كورونا تمام، يبقى في الحاله دي بنرجع لدكتور امراض الصدر، هو اللي يشوف حالتها ايه، هل هيحتاج يدي اني بروتوكول، لانه في كذا بروتوكول ولازم استشاري امراض الصدر هو اللي يفتينا في ده، هو اللي يقول لنا هي محتاجه تستعمل البروتوكول الفلاني، من اول ان هي بروتوكول اللي هو بروتوكول واحد اللي هو الزيثروسين والفيتامين دي وزنك، وده بروتوكول تقدر هنا تستعمله في البيت، لغايه بروتوكولات ما بتتكتبش غير وهي في الرعايه المركزه بعد الشر طبعا عليهم. فلازم طب يا دكتور في حاجات وقائيه، بروتوكولات وقائيه من نفسها تاخدها من نفسها ولا لا؟ لا. تاكل كويس، تشرب كويس، تتابع الحمل وتهتم بالتباعد الاجتماعي، ده اللي تعمله من نفسها. انما اي حاجه تانية فيها ادويه تبقى طبيب. طب يا دكتور معلش، هل الطفل ممكن فعلا يكمل لو جالها كورونا؟ اه يعني بنسبه قد ايه؟ امهات كتير دلوقتي عندها هلع، هي فعلا خايفه
بس حتى الان ما فيش دراسات اتعملت مطوله في الكوفيد مع الحمل. طبعا الموضوع جديد كلنا مش عارفين بالزبط اي حاجه فيه. لكن يمكن اطول دراسه كانت على 437 حاله في بريطانيا، ما لقوش ان في مشاكل حصلت غير في اخر 3 اشهر من الحمل، السابع والثامن والتاسع. وما حصلش ولادات مبكره كتير مع الحمل في الستات اللي عندهم كوفيد، الا في حوالي 20 حاله من ال 437. وحتى ال 20 حاله دول ما توفاش منهم غير 5 اطفال. طبعا دي نسبه كويسه جدا، ان باين ان هو ما فيش تاثير قوي للكوفيد على الحامل. اتعاملوا معاها مع بروتوكول عادي، والطفل ينفع يكمل عادي، يعني الطفل ينفع يكمل عادي وما فيش اي حاجه حتى الان مثبته ان الكوفيد بيتنقل من الام للجنين اللي في بطنها. ولكن اهم حاجه اثبتتها الدراسات دي ان برضو التباعد الاجتماعي اساسي وضروري. طب يا دكتور، انا دلوقتي اهتميت بمناعتي كويس، هولد قيصري او هولد طبيعي، انا دلوقتي كده ايه النصايح والارشادات العامه؟ نصيحه اخيره كده حضرتك تقولها لنا تقوي مناعه الام، وتهتم بايه مثلا، تبعد عن ايه، تحس كده ان هي عايزه الحمل ده يعدي فعلا بسلام؟ اولا تبعد عن الزيارات العائليه حتى او الزيارات الغير ضروريه. تمام. طبعا في ناس احنا ما نقدرش نقول لهم ابعدي عن الزيارات، لان مثلا هي بتشتغل طبيبه او بتشتغل صيدلانيه، مكان شغلها كده، مكان شغلها ما بيسمح لهاش بده. فطبعا ارتداء الماسك، تاخد التحذيرات العامه الاساسيه، ان هي لازم تغسل ايديها كل شويه بكحول، ان هي تبقى مخليه بالها ان ما يبقاش فيه اختلاط، ما يبقاش فيه ناس كتير في غرفه واحده. وما تاخدش ادويه غير لما الدكتور يقول لها. بالظبط. وما تاخدش بروتوكولات غير لما الدكتور يقول لها. يا جماعه بناكد بجد على المعلومه دي، لان يا دكتور كميه رهيبه من البروتوكولات على النت، وكلهم عايزين ياخدوا خلاص عشان يامنوا نفسهم. هو لازم يتاخد بامر طبيب. تمام. لان هو اللي عارف هو بيوصف ايه لايه، لان هي بكل بساطه ممكن ان هي تبقى شكه. طب يا دكتور ممكن بقى تاخد هي فيتامين دي، الزنك، تاخد الحاجات اللي هي فيتامين سي من نفسها عادي، ولا برضو دكتور طالما حامل؟ استشاره طبيب. لازم استشاره الطبيب في ده. طالما حامل هي مش ملك نفسها في ان هي تاخد اي حاجه. اللي مش حامل بتبقى بالعكس مناعتها احسن كمان، بتبقى ظروفها احسن. ولكن لا، ما ناخدش ده غير لما يكون الطبيب هو اللي قال انت محتاجه الدواء الفلاني. شكرا يا دكتور، نورتنا وشرفتنا النهارده. النهارده اتكلمنا معاكوا ان انتوا كأم انت مهمه قوي، مهمه علشان ابنك وطفلك يطلع سليم. لازم وهو لسه حامل فيه تحسي قد ايه ان هو محتاج منك رعايه، محتاج منك تغذيه كويسه. مش كل حاجه تحسي انك عايزه تاكليها تاكليها وخلاص، هتتخني في الوزن وهتزيدي. ومش كل اي، يعني مش لازم اي دواء مكتوب على النت تمشي وراه، لازم استشاره طبيب، سواء زي الدكتور ما قال في خلال الكورونا استشاره طبيب صدر، استشاره طبيب بطنه، استشاره طبيب طبعا النساء، انت معاكي على طول لازم تكوني متابعه معاه، ودي حاجه اساسيه ومهمه. اتبعوا التعليمات ارجوكوا، وحافظوا على نفسكوا. والماسك حاجه مهمه، ان انت ما تسلميش على حد، ما تخرجيش كتير، انت حامل يعني مناعتك ضعيفه زي ما الدكتور قال. فلازم تكوني محافظه على نفسك كويس جدا، وملتزمه بالتعليمات كويس جدا جدا، عشان تقدري تقاومي وتمري بالحمل ده. الحمل فتره صعبه، فتره طويله، ان شاء الله تعدي بسلام كل ما حاولتي تعملي ده. وان شاء الله تكون فتره تمر عليكم مرور الكرام وبسعاده وصحه ان شاء الله. كنت منورنا يا دكتور النهارده، كان معانا دكتور محمد طعيمه استشاري النساء والتوليد. شكرا لحضراتكم وشكرا لمتابعتكم جدا، واتمنى نكون فدنا كل ام حامل النهارده، وهنكون معاكم الحلقه الجايه. وحاجه مهمه جدا عن الطفل المره الجايه، استنونا.